هل يمكن أن يدعو باللغة الروسية، باللغة القرقيزية، باللغة الهندية؟ دعاء الصلاة ودعاء مثلا أورس تلند، قرقيز تلند، زي مثلا زي باشكا تلند دعاء من خير الصلاة الله قد دعاء الصلاة. نعم لا إشكال. أوه بولا تيجي خير إن شاء الأفضل والأولى أن يدعو بالأدعية الواردة في القرآن والسنة. روح جاكشس. إيه أرتقى منه في القرآن سنت تقول كان دولار منين الله خير له. لكن يصح أن يدعو باللغة القرقيزية. أبروح سين قرقيز تلند دعاء الصلاة بولا. باللغة الروسية. أورس تلند قرقيز بولا. لا إشكال. بشرط ألا يغير الأسماء الحسنى. بروقت شرط منن الله تعالى اسم صفاتارن كوركين كوركم اسمدارن өзгөртпөш керек. مثلا يقول يا الله. مثلا خيرласың айтасың о الله деп қайрласың. ثم يقول بالقرقيزية مثلا يقول ارزقني. نعم. مثلا айтасың قرقيز тілінде مثلا خدای деп тұрып маған ризқ бер деп айтып отасың. أقول يا الله ارزقني. Сен айтшы керек жоқ о الله маған ризқ бер деп айтшың керек. Тамам. Акар. لا يغير اسمه يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم ما يغير اسماء الحسنى مثلا يا رحمن دب يا يا الله دب مثلا يقول الله تعالى يا حي دب الله تعالى özünü atı menen arab tilinde qayrılabız ana maga rızq ver de ana özün surağanda suray verir اما رقية باللغه القرقيزيه باللغه هذا اقول هذا قصيده هذا لا يوجد دالمي دم سالو başka tilde mesela kırgız tilinde Жабашка тилде же мисалы тажик тилинде айткандай же касы деп айтып, касы да өзү айтып жүрөт. Бул нерсе жок, бул нерсе шарияатта жок. Майюджид хаза кулна мухалиф. Жок, бул нерсе болбойт дейт. Бул мумкин о янад ашшайтин ва анта ла тадри. Мүмкүн ал ошол касыдасы менен ал шайтанга кайрылып аткандыр дейт. А сен аны билбейсиң. Бал юраф ас-сахир бихаза. Бал эмес бул сыйкырчынын белгиси. Ан атакаллам бикалам غير مفهوم غير معلوم. سيقرسن بيرسن ده سين شو بيجي ترقان؟ أنا قميص بقوم بيرسوزر ده عايت ديم سلطة. ينادي الشياطين. شيطان درجة غير الله